الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. آمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب الأدب المفرد، عنوان الباب عندكم بر الوالد المشرك، قال باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى. سبحان الله. قال كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. قال والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. قال والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث. قال فسكت صلى الله عليه وسلم وكان الثلث بعده جائزة. قال والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار رضي الله عنهم فضرب رجل منهم أنفي بلحية جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. جزاكم الله خيرا. هنا هذا الحديث يبين أن هناك آيات نزلت في سعد بن أبي وقاص قال كانت أمي حلفت إلى آخر الحديث. الحديث هذا فيه مسائل ومسائل من الأهم المكان. الأولى، يجوز المرء أن يمدح نفسه وأن يظهر فضله للناس بشرطين اثنين. الشرط الأول أنه يكسر حدة العجب الذي يصل بالإنسان إلى الكبر، يعني لا يمدح نفسه عجبا فيصل إلى الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر لا يدخل الجنة مكان في قلبي مثقال ذرة من كبر. وتعال من أستجد مكانك تفضل. لا يدخل الجنة مكان في قلبي مثقال ذرة من كبر. وأيضا قال الله تعالى الكبر ردائي والعظم إزاري فمن نزعني فيما عذبتكم. فالشرط الأول عدم الكبر أو العجب. الشرط الثاني في هذا الباب أن يحتاج إلى ذلك بأنهم في قوم يجهلون قدره ولا يعرفون ما عنده ولا يفهمون ويفقهون عنه معدنه، فهذا وجب أن يبين نفسه للناس ويبين إتقانه في العلم للناس. قالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. نعم. وأيضا البخاري رضي الله عنه وارضاه قال تعلمون من أنا؟ أنا محمد إسماعيل البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف. فالإنسان أن يظهر نفسه بالشرطين كما بينا، والشرط وإظهار النفس في ذلك قد يكون نافعا جدا بالإتساء أو أيضا بعدم إهدار فضله. قد قال الناس أربعة وقد قالوا الناس أربعة ذكر منها عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاستفيدوا منه اسألوه، وعالم لا يعلم أنه عالم فذاك عالم ناسي فذكروه يعني يستفيدوا منه. فهذا المسألة الأولى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتكلم عن نفسه ويبين فضله وله ذلك وحق له أن يفعل ذلك. وهذا سعد بفضل من ربنا ونعمة محفوظ من الرياء ومن السمعة في هذا الباب. وهو لما قالها كان مفطرا، توفى فيه الشرطان الذي تكلمنا فيه. قالت نزلت فيها أربع آيات من كتاب الله، وهذا فيه التحدث عن إيش؟ مناقبي. وفي قولي كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، أنه يكفر يعني. فسعد بن أبي وقاص قال لها محال، ثم قال لها لو لك تسعة أنفس، يعني أنت خلاص نفسك حياتك بتذهب، لو لك تسعة أنفس على أن أزحزح نفسي من هذا الدين فلن أستطيع ولن أفعل. فنزلت الآيات وإن جاهدك على تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هنا في قول صاحبهما في الدنيا معروفا، المعروف هو البر والصلة والعشرة الجميلة، لا سيما هنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، قد ترفع عن معايب قد ترفع ما يحدث، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. وهذه الآيات فيها دلالة واضحة جدا على عدم الانصياع والانقياد لوالديه. وفيها أيضا هو الحرص على صلة الأرحام حتى ولو كان كافرا،
وصله، وكما قالت أسماء إن أمي جاءت إلى المدينة وهي تطمع أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال صلي 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 أمك. وأما الثانية ففيها إني كنت أخذ سيفا أعجبني فقلت رسول الله هب لي هذا. نعم، فنزلت الآيات يسألونك عن الأنفال، وهنا حكم الأنفال وعملها يعني. فقال الأنفال لله والرسول، التوزيع وزعه الله جل في علاه، وما كان فيه من محض نظر من الولي فإنه الله أعطاه أيضا مساحة في هذا الباب للعطاء والتنفيل وأيضا المكافآت من أجل تهيج المشاعر للقتال بدراوة على أهل الكفر. فالأنفال هي الغنائم، أحدها نفل وأصل الزيادة، سميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله جل في علاه لهذه الأمة. وأصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لها الغنائم ولم تحل لنبيين قبلي، حلت لها الغنائم، وهذه علم الله فيهم ضعف الضعف وعلم الله فيهم الأعواز والحاجة فأحل لهم الغنائم بأسرها. قال والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال لا، أو سكت، فكان الثلث بعده جائزا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، وفي المتفق عليه أيضا إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم يعالى يتكففون الناس، هكذا وهكذا. وفزح التلمزي ما تركت لولدك قال هم أغنياء بخير، فقال أوصي بالعشر، كما قال فما زالت أناقصه حتى أوصى بالثلث. الحقيقة مسألة الثلث يعني هي الأصل، ولكن أيضا قال على ما هنا الأكمل أن إن أراد أن يوصي ويتصدق بأقل من الثلث، لأنه قال الثلث والثلث كثير. لذلك قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. الرابعة، لا الرابعة أيضا، إني شربت الخمرة، قال عن نفسي شرب الخمرة مع قوم من الأنصار، وذلك قبل أن تحرم الخمر، وهذا الظن فيه الأخر الأبرار، لكنه يعني تشاجر مع أحدهم وضرب بلحي إبل أدمى أنفه. العجيب يعني كثير مما يتعرض للشروحات أو للنظر في هذا الباب لا ينظر لشمولية الحديث. نعم، عامة شرب الخمر كان قبل أن يحرم، ولذلك ذهب الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا على ما فعل به ذلك. شوف، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في فيا عز تحريم الخمر، إنما الخمر ومن سير الأنصاب وأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا فيه فوائد كثيرة جدا فقهية، منها أولا الأصل بقاء مكان على مكان إلا أن يأتي الناقل ينقل من هذه. فضل الصحابة فيها دلالة على أن القرآن ينزل منجما، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الثلث الثلث كثير. فإذا لو حضرتك قلت الأصل بقاء مكان على مكان من شرب من سد شرب الخمر، نعم، حتى أتي ناقل والناقل يكون قوي يفعل ذلك. أيضا سيدنا فست سيفا أعجبني فأتى النقل يسألناك عن الأنفال كل الأنفال. أي نعم نعم، يسألوها أنفال يقول أنفال الله والرسول، وترك هنا أن يسألهم حتى تقسمها لله جل في علاه. فضل بل الوالدين حتى ومع الكفر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصدقائي
وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.